السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله معانا السكشن الوحيد باثولوجي في موديول السي ان اس. السكشن عبارة عن يعني ملخص سريع وبسيط للثلاث محاضرات، بياخدوا كده في قشور عن كل موضوع. اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اول حاجة برضو اتكلمنا عليها في النظري، كنا مقدمة كده بسيطة انت عارفها من اولى ابتدائي عن النيرفوس سيستم، ان هو بيتقسم ليه سنترال نيرفوس سيستم وبريفرال نيرفوس سيستم. هما في الاثنين الاستراكشرال والفانكشنال يونت هي النيورونز. بعد كده عندنا في السنترال نيرفوس سيستم في بعض المايكرو النيوروجلايل سيلز، والبريفرال نيرفوس سيستم في نيوروجلايل سيلز تانية باسماء تانية. وظائفهم كلهم ان هم يعملوا سبورت وبروتكشن للنيورونز، عشان ده حاجه مهمه انا محتاجه احميها واساعدها ان هي تقوم بوظيفتها. اول خليه معانا في السنترال نيرفوس سيستم هي الابندايمال سيلز، والابندايمال سيلز دي خلايا احنا عارفين ان في حاجه اسمها كورويد بليكسس، دي الحاجه اللي بتطلع لي السي اس اف في الفنتريكلز عشان يقوم بايه بالوظيفه بتاعته والدوره بتاعته كده في السيركيوليشن. الابندايمال سيلز دي بقى هي الخلايا المبطنه للكورويد بليكسس، يبقى الخلايا المبطنه للكورويد بليكسس هي الابندايمال سيلز. بعد كده عندنا الاوليجودندروسايت، والاوليجودندروسايت دي هي مين؟ دي الخلايا اللي بتعمل مايلينيشن للاكسون بتاعه السنترال نيرفوس سيستم. عندنا واحده زيها بالظبط في البريفرال نيرفوس سيستم اسمها شوان سيلز، بتعمل نفس الوظيفه بس في البريفرال نيرفوس سيستم، يعني بتعمل مايلينيشن للاكسونز بتاعه الايه البريفرال نيرفوس سيستم. بعد كده عندنا تالت واحدة في السنترال نيرفوس سيستم اسمها الاستروسايت، والاستروسايت دي شكلها ستار شيبد، والستار شيبد دي وظيفتها موجودة في البلاد برين بارير عشان بتسمح بالحاجات اللي هتدخل والحاجات اللي هتخرج، يعني هي واقفة ايه تشوف مين هيدخل ومين هيخرج، هي الاستروسايت. عندنا اخر واحدة في السنترال نيرفوس سيستم اسمها المايكروجلايا، والمايكروجلايا دي هي الماكروفاج بتاع السي ان اس، يعني وظيفتها فاجوسيتك سيل، المايكروجلايا فاجوسيتك سيل. بعد كده البريفرال نيرفوس سيستم عندنا فيه اتنين بس اللي هو الساتيلايت سيل والشوان سيلز. الشوان وقلنا ان هي بتعمل مايلينيشن للاكسونز بتاعه النيرفوس سيستم، بتاعه البريفرال نيرفوس سيستم بالتحديد. الساتيلايت سيلز برضو هي مايكروجلايا سيلز بتسراوند النيورونال سيل بودي. دي مقدمه سريعه عمرها ما هتجيلك في الامتحان، ندخل في الموضوع. اول حاجه هناخد برضو مقدمه كده عن السيريبروسباينال فلويد سيركيوليشن. اول حاجه احنا عارفين ان هو بينتج في المكان الاول بتاعه اللي هو اللاترال فنتريكلز. في اللاترال فنتريكلز عندنا الكورويد بليكسس اللي مبطنه بالابندايمال سيلز. الكورويد بليكسس دي بتطلع لي السي اس اف في اللاترال فنتريكلز، وبعد كده بيمشي من اللاترال من مكان كده نرسم فيه. احنا عندنا اتنين لاترال فنتريكلز، بعد كده في قناه اسمها الفورامين اوف مونرو. الفورامين اوف مونرو علشان تفتح فيه الثيرد فينتريكلز. بعد كده الثيرد فينتريكلز دي بقناه اسمها اكوي داكت اوف سيلفياس تفتح في الفورث فينتريكل. بعد كده الفورث فينتريكل هتروح عندها تلات فتحات، واحده اسمها ماجيندي واتنين اسمهم ايه لوشكا، يبقى اتنين لوشكا وماجيندي في النص. هتروح تودي لمين؟ للسب اراكينويد سبيس. في السب اراكينويد سبيس هيحصل للسي اس اف ابسوربشن بالفيلاي والجرانيوليشن اللي هي ايه، يبقى الفيلاي والجرانيوليشن. الاراكينويد طبعا فيلاي والجرانيوليشن. بعد كده هيحصل له درينج في السوبيريور ساجيتال ساينس، السوبيريور ساجيتال ساينس اللي هو اللي فوق ده. يبقى دي السي اس اف سيركيوليشن، الاول في اللاترال فنتريكلز، بعد كده عدى من الفورامين اوف مونيرو عشان يوصل للثيرد فينتريكل. الثيرد فينتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفياس توصله للفورث فينتريكل. بعد كده الفورث فينتريكل هتخرجه بالماجندا واللوشكا وهيخرج للسب اراكينويد سبيس، هيمتص بالاراكينويد فيلاي اند جرانيوليشن عشان يطلع لمين؟ يطلع للسوبيريور ساجيتال ساينس مينلي. ده السي اس اف سيركيوليشن. ندخل بقى على المشاكل لو السي اس اف ده حصل فيه زاد او قل او كده. اول حاجه عندنا الهيدروكيفالوس او سيفالوس. الهيدروكيفالوس ده هو اكيوميليشن، زياده في السي اس اف. بمخيلتنا كده من ايه اللي هيخلي السي اس اف يزيد؟ والله حاجه من ثلاثه،
لإما اصلا في زياده في انتاجه يبقى increase في البرودكشن، لإما الابسوربشن بتاعه قليل، لإما تالت حاجه اللي هي الاوبستراكشن في المسار بتاعه. لو حصل اوبستراكشن هيبدا ان السي اس اف يتراكم فوق الاوبستراكشن ده، يبقى الهيدروكيفالوس واكيوليشن لاكسس سيريبرو سباينال فلويد في البرين فينتريكلز بسبب حاجه من الثلاثه. ما يهمناش الثلاث حاجات، اهم حاجه نعرف ان احنا عندنا الهيدروكيفالوس لما بيجي في الاطفال بيعمل حاجه، ولما بيجي في الكبار يعمل حاجه. احنا عندنا هنا الكبار بس، في الاطفال خلينا نعرف كده بيعمل ايه علشان نعرف في الكبار ايه الفرق. في الاطفال احنا عندنا السوتشرز بتكون لسه مفتوحه، حتى تسمع ان الاطفال ايه الامهات تقول لك ايه ما تضغطش على دماغ البيبي عشان دماغه لسه طري. طري ليه؟ علشان السوتشرز لسه مفتوحه، لسه البونز ما لحمتش مع بعض، فبيكون في مساحه ان الفنتريكل او البرين يكبر ويكبر الايه السكال بتاعه البيبي. فعشان كده تلاقي فيه اللارجد سكال عند الطفل اللي عنده هيدروكيفالوس. انما في الادلت مفيش الحاجه دي. مفيش الحاجه دي ليه؟ علشان في السوتشر اتقفلت. لما السوتشر بتتقفل خلاص مفيش، دي حاجه بون. السيريبرو سباينال فلويد مهما ضغط، مهما البرين كبر، مش قادر ان هو يفتح البون، بس هيعمل سيلينج في الانر تيبل بتاع في الانر سيرفيس بتاع مين؟ بتاع السكال. فاحنا عندنا هنا شريحه، او عندنا هنا سكال او فوليت اوف السكال اللي هي قبه السكال من فوق. يعني اللي انت شايفه قدامك ده مش البرين، انت شايفه ده العظم بتاع السكال من فوق، الحته القبه بتاعه السكال. امال ايه اللي فيها ده اللي شبه البرين؟ مش هو لما بيكبر السيريبرو سباينال فلويد بيزيد بيضغط بيكبر البرين، فالبرين بيعمل بيطبع على السكال، فبيظهر حاجه اسمها convolutional marking of the skull. convolutional marking اللي هو شكل البرين طبع على السكال من فوق، ده نتيجه للضغط بتاع الايه زياده السيريبرو سباينال فلويد في البرين. فبيقول لك هنا ان هو بيحصل السكال سوتشرز بتكون مقفوله فيوزد، الاوتر سيرفيس بيكون سموس عادي، انما الانر سيرفيس بيكون فيه بيتس، في شويه حاجات كده زي الحفر، وبيحصل سيننج للانر تيبل عشان في بريشر اتروفي للمينجيس. المينجيس بتكبر وبتضغط على السكال من فوق. هنشوف صوره اوضح، دي السكال باين لك اهي، اللي هي العظمايه من فوق باين فيها convolutional marking كده، اللي هي كان انا شايفه البرين، كان ده البرين بالظبط، ولكن هو مش البرين، ده السكال بس البرين طابع عليه. يبقى لو جالك الصوره دي او دي مش هتتلخبط، وهتعرف ان هي ادلت هيدروكيفاليك ايه او هيدروكيفاليك سكال. وعرفنا ان هو ادلت علشان حته ايه السوتشر اللي مقفوله، انت شايف السوتشر في النص ايه مقفوله اهي. بعد كده هندخل في موضوع تاني اللي هو التيوبركلاس مينينجايتس. والتيوبركلاس مينينجايتس احنا عارفين ان هو بيكون نتيجة البكتيريا اسمها مايكوبكتيريام تيوبركلوز. والمايكوبكتيريام تيوبركلوز دي بتعمل حاجة شهيرة اسمها الكرونيك انفكتيف جرانيولوما. الكرونيك انفكتيف جرانيولوما بيقولك ان هي بتصيب الليبتومينينجيس اكتر حاجة. ايه هي الليبتومينينجيس؟ اللي هي البيا والاراكينويد ماتر. البيا والاراكينويد ماتر بتعمل حاجة ثيك وايت اكسيودات كده، ثيك وايت اكسيودات بيسمى بالكازييشن ماتيريال، ودي الحاجه الشهيره في في التي بي ان هي بتعمل كازييشن ماتيريال. دي حاجه كاركترستيك للتي بي. زي ما انت شايف انا عندي هنا البرين والمنجيس بتاعته في حاجه كده بيضه عليها الحاجات دي. الحاجات دي تحس ان هي حاجه كده شبه ايه، حاجه كده ملزقه شبه الجبنه، كازييشن ماتيريال. احنا ناخده كده، خدناه جروسلي، ده اللي انا بشوفه لو فتحت البرين وبصيت عليه جروسلي. انما بقى لو خدته وحطيته، خدت منه سلايد وحطيته تحت الميكروسكوب هشوف الشكل ده. بيكون في حاجات مميزة، حاجات مميزة زي مين؟ زي مثلا التيوبركلوس جرانيولوما اللي احنا قلنا عليها. التيوبركلوس جرانيولوما دي بيبقى فيها اربع حاجات. اول حاجة الكازييشن في النص، والديجري بتاعه بيختلف حسب الشده بتاعه ايه التيوبركلوس مينينجايتس. يبقى اول حاجه في النص في عندنا هنا كازييشن، ده كله ايه كازييشن، تمام. يبقى في السنترال كازييشن،
في البريفرال ليمفوسايت، عارف الحاجات اللي عامله شبه نقط الحبر دي كلها، الحاجات دي كلها ايه؟ كلها ليمفوسايت. يبقى في السنترال بيكون في كازيشن، وفي البريفرال بيبقى في بريفرال زون من الليمفوسايت. بيبقى في كمان زي ما انت شايف كده خلايا كبيره، الخلايا الكبيره دي اسمها ايه؟ جاينت سيل. والجاينت سيل لها نوعين، لا حسب ايه؟ حسب النيوكليوس مترتبه في قلبها ازاي. والله لو مترتبه في شكل حدوه الحصان فبقى اسمها هورس شو مانر، بيبقى اسم الخليه في الوقت ده لانج هانز تايب. لانج هانز تايب، اللانج هانز شبه دي كده، شبه دي اللانج هانز تايب. في شكل تاني لترتيب النيوكليوس تبقى في السنترال فتعمل حاجه اسمها فورين بودي تايب. ده الفورين بودي ايه؟ تايب. يبقى احنا قلنا في النص كازيشن، سنترال كازيشن، بريفرال ليمفوسايت اللي هي شكلها شبه نقط الحبر، قلنا في فورم، في لانج هانز تايب من الجوينت سيلز، وقلنا في فورم بودي تايب من الايه؟ من الجوينت سيلز. كمان بيبقى في حاجه اسمها ايبيثيليويد سيلز. الايبيثيليويد سيلز دي بتكون لارج سيلز، بس بتتميز ان هي ال ديفايند بوردر، البوردر بتاعه ما بقدرش بتاعها ما بقدرش ان انا احدده، ما بقدرش اشوفها كويس، لان كمان السيتوبلازم بتاعها بيكون ايه؟ بيكون بيل. فهي تلاقيها متنطوره كده ما بين الخلايا بس مش سهل ان انا اشوفها. يبقى قلنا اربع حاجات في التيوبركلاس جرانيولوما: سنترال كازيشن وبريفرال زون من الليمفوسايت، وقلنا الجاينت سيلز بنوعيها، وقلنا الايبيثيليويد سيلز. كمان بيبقى فيه ممكن ان انا الاقي اوبليتريتيف اند ارترايتس وحصل بعده انفاركشن. اوبليتريتيف اند ارترايتس يعني ارتري حصل له اوكلوجن، وبعد كده طبعا الارتري اللي بيحصل له اوكلوجن بيعمل انفاركشن، موت في المنطقه اللي هو بيغذيها. يبقى دي الحاجات اللي احنا شفناها في السلايد دي. بس في حاجه كمان، ان الاورجانيزم اللي انا اقدر بتاع التيوبركولوس منينجايتس اسبغه بايه؟ بالاسيد فاست ستيل اللي اسمها زيلنيلسن ستين. ده الكلام اللي احنا قلناه بالظبط، ان هي في عندي تيوبركلاس جرانيولوما فيها ابسوليويد سيلز بيكون لارج سيلز، تمام، ال ديفايند بوردر، اباندنت بيل سيتوبلازم، وفيزيكولار نيوكلياي بقى فيها نيوكلياي. الجاينت سيلز بقى فيها مالتيبل نيوكلياي، تمام، ارينجد لا اما في الهورس شو مانر وكده بيبقى اسمها لانج هانز تايب، او في السنترال النيوكلياس مترتبه في السنتر فبقى اسمها فورين بودي تايب. البريفرال زون بيبقى فيها ايه؟ ليمفوسايت variable degree من central casiation. دي الاربع حاجات اللي احنا قلناهم. بعد كده ممكن ان انا الاقي obliterative end arthritis وكمان ايه حصل بعده infarction، هنشوفه في سلايد دلوقتي. الاورجانيزم ده اقدر ان انا اشوفه بايه؟ بالاسيد فاست ستين، لان احنا عارفين ان المايكوباكتيريوم tuberculosis يعني بسبخها بالاسيد فاست ستين او الزيلنيلسن ستين. ده اهو نفس الكلام، ان في السنترال كازيشن في اللي هو جوينت سيلز بنوعيها، في عندنا اهو الاند ارترايتس اوبليتران اهو بان اهو، تمام. بعد كده هنبدا في ايه؟ هنشوف كمان، لا خلاص كده هما الاثنين دول بس. يبقى لو جاب لك وقال لك دي ايه هتقول له اللي هي تيوبركلاس مينينجايتس بالحاجات المميزه اللي فيه. بعد كده البرين انفاركشن، البرين انفاركشن هو عندنا الوقت بيكون ايه يعمل انفاركشن؟ قلنا من شويه انفاركشن يعني موت للاورجان نتيجه لنقص البلاد سبلاي اللي رايح للاورجان ده. بيقول لك ممكن عندي حاجه من حاجتين يعملوا برين انفاركشن، والله لا اما امبوليك اوكلوجن لا اما ثرومبوتيك اوكلوجن. امبوليك اوكلوجن يعني مثلا حصل فيه امبولاي في منطقه معينه، زي مثلا اشهر حاجه في الليفت سايد بتاع الهارت، وبعد كده هتروح للسيستميك سيركيوليشن، هتمشي مع السيستميك سيركيوليشن عشان احنا عارفين ان الامبولاي بتمشي، هتوصل للارتيريال سيركيوليشن بتاع البرين، هتروح تقف عند ارتري مهم بيغذي البرين وتوقفه، توقف الدم اللي رايح للمنطقه دي فتموت المنطقه دي. او ممكن يحصل حاجه تانية ثرومبوتيك اوكلوجن. الثرومبوتيك اوكلوجن غالبا بتبقى في الطب بتاع الاثروسكليروزس، يعني لو واحد عنده اثروسكليروزس ممكن ان هي تعمل ايه؟ ثرومبوزس، وبالتالي تقلل الدم اللي رايح المنطقه دي فممكن يحصل انفاركشن للبرين. جروسلي هشوفه جروسلي وتحت الميكروسكوب. جروسلي الاقيه حاجه كده بيل، حاجه كده اوبيك يعني حاجه معتمه. كمان بيبقى باين قوي ان هو شكله تريانجولار شيب، تريانجولار شيب. خلونا كده نشوفه زي ما انت شايف كده. ده الايه
في اكتر من واحد، بس شوف الشكل ده هنا كده، ده ايه؟ البرين انفاركشن، بيبقى شكله تريانجولر ان شيب، بيبقى شكله مختلف عن بيل واوبيك. في هنا واحد كمان ممكن يكون طالع اهو، وفي هنا حته اهي كمان، يعني ده بدايه برضو انفاركشن في اماكن تانية. ندخل بعد كده بقى على البرين تيومرز. احنا دلوقتي اخدنا النون نيوبلاستيك، الجزء الثاني من السكشن هيبقى نيوبلاستيك، اللي هم التيومرز اللي بتصيب السي ان اس. وهم عندنا برضو حاجات بسيطه واخدناهم في النظري. اول حاجه عندنا كان خليه اسمها استروسايت، بيطلع منها تيومر اسمه استروسايتوما. استروسايتوما ده له 4 جريد، هناخد منهم هنا 3 بس، وخدنا في النظري الرابع. اول واحد اسمه بايلوسيتيك استروسايتوما، ده جريد 1، وده اللي بيبقى لوكالايزد، يعني ده الطف واحد فيهم، وغالبا ما بيصيب عشان هو لطيف، بيجي للاطفال استريبيلم، وبيجي في استريبيلم بتاع مين؟ الشيلدرن. هو جريد 1 فلسه السيلولاريتي مش عاليه قوي، بيبقى مايلد سيلولار، وكمان بيبقى فيه ماتيور استروسايت. الماتيور استروسايت يعني حاجه كده لسه الخلايا مش بتتكسر بسرعه، فبيبقى فيه وقت ان السيلز تبقى ماتيور وتبقى شبه الطبيعيه. على عكس مثلا في جريد 4 هيبقى بريماتيف استروسايت، يعني خلاص الخلايا ما عادتش قادره ان هي تكبر، بتتكسر بسرعه قوي، فبتبقى شكلها مختلف تماما عن الطبيعي، علشان هي مش قادره ان هي تاخد الوقت الكافي ان هي تكبر فيه. بيقول لك كمان بقى في اكسس فيبريلاري باك جراوند، بس دي حاجه مش مميزه، دي حاجه كلهم هيبقى فيهم اكسس فيبريلاري باك جراوند، دي الباك جراوند كده او الخلفيه بتاعه السيلز. السيلز هنا بتبقى باي بولر، يعني عندها ايه؟ اتنين بروسيسز كده. بقى فيها كمان حاجه اسمها كوما شيبد فايبرز، والاسم المشهور بتاعها روزن سيل فايبرز. تعال نشوف ايه هي الروزن سيل فايبرز دي. هي دي الروزن سيل فايبر اللي هي شكلها كوما شيبد، شايف دي كده، دي الايه؟ الكوما شيبد روزن سيل فايبرز. هيجيب لك الشريحه دي، شوف فيها منها كتير، في منها كتير، هيجيب لك الشريحه في الامتحان ويقول لك دي ايه، هتقول له روزين سيل فايبرز، هيقول لك بتاعه طيب ايه او جريد ايه، جريد 1 اللي اسمه ايه، اللي اسمه لوكالايزد استروسايتوما او بايلوسيتيك استروسايتوما، وده بيبقى الحاجه الخفيفه كده، اخف واحد في الاربعه. بعد كده هنعلي الاداء شويه، هيبقى الجريد 2 اللي هو اسمه ديفيوز فيبريلاري استروسايتوما، السيلولاريتي بتاعته علت شويه. كمان في بليومورفيك استروتايب، فخلايا متعدده الاشكال، وطبعا اكسس فيبريلاري باك جراوند حاجه مش مميزه، هنشوفها في كلهم. دي الشريحه بتاعه مين؟ بتاعه ديفيوز فيبريلاري استروسايتوما جريد 2. بيكون فيها ايه؟ طبعا دول النيوكلياي اللي احنا شايفينهم قدامنا، الحاجات اللي ورا دي، الحاجات اللي ورا دي اللي هي الفيبريلاري باك جراوند، الباك جراوند كلها ايه؟ حاجات كده زي الفايبرين. وعندنا هنا اللي باين قدامنا دول ايه؟ النيوكليوس بتوع الخلايا. يعني حاسه ان هم زادوا اكتر من المره اللي فاتت، يعني لو تشوف المره اللي فاتت هتلاقي الدنيا مظبوطه شويه، انما هنا بدات النيوكلياي تبقى كتير قوي، فعشان كده بقينا في ديفيوز فيبريلاري استروسايتوما. بعد كده النوع اللي هو جريد 3 مش هناخده، هندخل على رابع واحد اللي هو جلايوبلاستوما مالتي فور، ده الجريد ايه؟ 4. يكون اهم حاجه فيه ان هو بريماتيف استروسايت، وقلنا بريماتيف ليه؟ لان التكاثر بتاع الخلايا بقى كتير قوي، فالخلايا ما عندهاش الوقت الكافي ان هي تكبر، الخلايا دي بتبقى شكلها مش حلو كده، وبتبقى شكلها مختلف تماما عن الطبيعي، وكل ما الخلايا تختلف عن الطبيعي اكتر يبقى الجريد ده اسوأ. طبعا بليومورفيزما معانا من جريد 2، جاينت سيلز، مايتوزيس، ده المايتوزيس هو ما يميز الجريد 3، اهم حاجه ما يميز الجريد 4 ان فيه نيكروزيس وايه؟ وهيموريدج ونيكروزيس، او الاسم الثاني للهيموريدج فاسكولار اندوثيليال بروليفريشن. النيكروزيس بيبقى في شكل باليسيدد، يعني ايه؟ يعني متجمعين كده حوالين ايه؟ متجمعين كده حوالين حته من النيكروزس، يبقى النيكروزس في النص اهو، والخلايا متجمعه حواليه في باليسيدت مانر، يبقى ده ايه؟ جلايوبلاستوما مالتي فورم جريد 4. النيكروزس بيوضح النيكروزس مع الباليسيدت مانر. هنا برضو نفس الكلام، زي ما انت شايف كده في النص ايه؟ ده النيكروزس، حواليه الخلايا متجمعه في باليسيدد ايه مانر. في عندنا حاجه هنا ظهرت اهي، ده اللي هو الجلوميريولويد مانر بتاع مين؟ الفاسكولار بروليفريشن، هنشوفه في صوره اوضح.
اهو ده ال vascular proliferation بالجلوميريولويد مانر. جلوميريولويد لان هو شبه الجلوميريولاي بتاعه الكدني، يبقى لو جاب لك الشكل ده وقال لك ده ايه هتلاقيها شبه الجلوميريولاي كده، هتقول ان هو جلوميريولويد مانر لل vascular proliferation بتاع glioblastoma multiform. ده برضو الجلوميريولويد ايه مانر بتاع الفاسكولار بروليفريشن زي ما انتوا شايفين، دي حاجة مميزة ممكن مميزة كده تيجي في الامتحان. بعد كده هناخد الميدالو بلاستوما، والميدالو بلاستوما ده بيجي في الفورس فينتريكل غالبا ما بيصيب الشيلدرن، وده امبريونال تيومر. امبريونال تيومر اهم ما يميز الميدالو بلاستوما ان هو في حاجة اسمها هومر رايت روزيتس. هومر رايت روزيتس دي خلونا نشوفها كده رايت روزيتس، لان احنا عندنا فيه واحد تاني بيعمل ايه سودو روزيتس اللي هو الابن دايموما، بس هو مش هنا مش معانا هنا في العملي. الابن دايموما الميدالو بلاستوما بيعمل حاجه اسمها ايه، بيعمل هومر رايت روزيتس، حاجات كده شبه خلونا كده نشوفها هنا اهو، اهي في واحده اهي مترتبين حوالين بعض كده شبه ايه شبه الورده، ده الميدالو بلاستوما. شوف واحده كمان كده للهومر رايت روزيتس، شوفوا هو مثلا دول مترتبين اهو، دول مترتبين اهو وهكذا بقى. يبقى دول ايه الهومر اهو، في واحده كمان اهي واللي جنبها دي، دول الهومر رايت الهومر رايت روزيتس اللي بيميز الميدالو بلاستوما. ندخل بعد كده على برضو في واحده تانية هي نفس الحكايه. الحاجات المميزة لازم انت تعرفها علشان تميز كل شريحة، ما تقعدش في الاخر تحس ان كله شبه بعضه. يبقى ده الهومر رايت روزيتس بتوع الميدالو بلاستوما. ندخل على اخر حاجة معانا اللي هي المينينجيوما. والمينينجيوما بتصيب الادلت بتيجي في شكل ايه، اهم ما يميزها هو السمومة بادي. السمومة بادي دي عبارة عن كونسنتريك لايرز كده من كالسيفيكيشن، حاجات كده ملفلفة حوالين بعضها شبه الدوامات، حاجات ملفلفة حوالين بعضها شبه الدوامات، تعمل حاجة اسمها سمومة بادز. سمومة بادز اهي، تعالوا كده نشوف الحاجات اللي ملفلفة حوالين بعضها كده اهي. بص دي مين، دي السمومة بادز اهو، كتير بقى كتير. ده حاجة يعني شهيرة قوي، وممكن هو يجيبها بالامتحان لان هي مميزة عن الحاجات اللي خدناها قبل كده. يبقى دي السمومة بادي بتاعت مين، بتاعت المينينجيوما. يجي يقول لك دي ايه، ممكن سؤال صريح كده يقول لك دي ايه، يشاور لك عليها او يقول لك الصوره دي بتاعت ايه، تقول له سموما بادي. ممكن يجي يقول لك ده تيومر بتاع مين، المينينجيوما برضو نفس الصوره اهي اهو، دول كلهم مينينجيوما اهو. يبقى احنا كده خلصنا السكشن، سيكشن بسيط. بص بس على الشرايح وان شاء الله اشوفكم في السكشن الجاية ان شاء الله.